لغد أجمل. فرسان الخير فرسان الخير فرسان الخير. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم فرسان سلمان. شيء رائع وإحساس جميل إذا قدرت تغير حياة معاق، فما بالكم إذا قدرت تغير حياة أكثر من معاق بنفس الوقت. تسألوني كيف؟ مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة ابتدائية في مدينة الدوادمي، من المدارس القليلة النموذجية واللي تدمج المعاق فكريا وحركيا ومرض التوحد مع الطلاب الأصحاء، إلا أنها تتبع طرق تقليدية في التعليم، وهذه الطرق ما تساعد في تطوير وتنمية فكر هذه الفئة من المعاقين. احنا زرنا المدرسة ووقفنا على الفصول الموجودة بالمدرسة الخاصة بهذه الفئة في قسم الأطفال المعاقين فكريا ومرضى التوحد. عشان ما أطول عليكم خلونا نروح ونشوف المدرسة. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. مدرسة خالد بن الوليد من أجمل المدارس اللي شفتها في المملكة، إلا أنه قسم المعاقين فيها ما زال يتبع الطرق التقليدية في التعليم زي ما قلنا، وإيمانا منا بواجبنا اتجاه هؤلاء الأطفال، ولأنهم يستحقون تقنيات أعلى وطرق متقدمة في التعليم، بادرنا في برنامج فرسان سلمان في تجهيز قسم المعاقين في المدرسة حتى يكون قسم نموذجي متطور وبتقنية عالية. تهدينا بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. انتهى فريق فرسان سلمان من تجهيز المدرسة، واللي كان مشجعنا وأعطى الفريق طاقة أنه الكل كان متعاون معنا من مدير التعليم إلى المدرسين في المدرسة، وكانت المفاجأة لي شخصيا وللكل عند الافتتاح واللي كان بحضور مدير تعليم مدينة الدوادمي أن الفصول تغيرت كليا وأصبحت فصول نموذجية مزودة بكل ما يحتاج الطالب المعاق فكريا أو الطفل التوحدي، من شاشة عرض متطورة وأيبادات خاصة بالشاشة للتواصل مع المدرس وألعاب خاصة بتنمية القدرات العقلية. الشيء اللي ما تعرفونه أنه أنا من مدينة الدوادمي اللي فيها المدرسة، عشان كذا احتفوا فيه الأطفال
طريقتهم. فكرية. كيفك طيب؟ هذه اللعب حد ذاتها وسامع. الله يبارك فيك. هذه الصورة تسوى كثير والله. لا الله يعافيهم ويشفيهم ان شاء الله. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر اتينا والامل يلف اغانينا. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر اتينا والامل يلف اغانينا. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. أنا شكري اليوم للشخص اللي رحب بالفكرة اللي هو مدير التعليم، أول من أشاد وأول من أعطى أمر بتسهيل كل الإجراءات. شيء جميل أنك تغير حياة معاق، وأحيانا تغير حياة أهله. والمدرسة النموذجية هذه هي صرح لازم نشيد فيه كلنا. أنا ما راح أطول عليكم، لأني اليوم مبسوط أني قدمت شيء للمدينة اللي أنا نشأت فيها. وبالمناسبة هذه حاب أقدم درع شكر مدير التعليم الأستاذ عبد العزيز المسلم. أنت بالعكس ولا دعمك من البداية ما كان أنت. الله يبارك فيك ونفع بجهودك إن شاء الله. شكراً. وأكيد راح ما أنسى الرجل القائم على المدرسة وهو مدير المدرسة الأستاذ شجاع. هذه الدروع باسم برنامج فرسان سلمان، والله يجعلنا إن شاء الله نكون قدمنا ولو جزء بسيط للأبطال اللي بكرة لا تستغربوا إذا كانوا أطباء وعلماء. أشكركم والحمد لله أن اليوم التقيت فيكم بعد فترة طويلة عن الغياب عن الدوادمي. شكرا لكم. يلا. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. شكرا لك. شكرا لنا، هذا واجبنا. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. الله يجزاك خير. الله يطول عمرك. أنت دروعكم موجودة بس حبيت أحطها مع الطلاب. لا ما عليك. أنا أشكر الكل
على رأسكم مدير تعليم الدوادمي ومدير مدرسة خالد بن الوليد وكل من شارك في بناء هذه المدرسة ومساعدة هذول الفرسان الأبطال اللي بإذن الله راح نصنع منهم فرسان بإذن الله. شكرا والله يعطيكم العافية. هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل. هيا نبادر لغد أجمل. أهلا وسهلا فيك أستاذ جزاع الطيري ومدير مدرسة خالد بن الوليد معنا في برنامج فرسان سلمان. أول حاب أشكرك المدرسة النموذجية هذه اللي أنت تقودها مع الفريق الرائع اللي معك. أحب أسألك أستاذ جزاع كم عدد الفصول عندك الخاصة بالإعاقة؟ الخاصة بالإعاقة عندنا 6 فصول. الفصل الأول اللي هو توحد والإعاقة الفكرية التوحد عندنا فصلين اللي هو 5 و6. وعندنا التوحد وعندنا الإعاقة الفكرية. الإعاقة الفكرية. طيب أنتوا إيش تقدمون للأطفال اللي عندهم إعاقة فكرية وتوحد؟ قبل ما يجوا للمدرسة في برنامج يعد لهم من المنسق، منسق في المدرسة، وفي محلل نفسي موجود يقدم الطلاب هذولا ويوزعهم على حسب الإعاقة. هو يقيم حالته. هو اللي يقيم الحالة ويوزعهم على حسب الإعاقة على البرامج الموجودة عندنا. أستاذ جزاع الإضافة اللي قدمها برنامج فرسان سلمان لمدرستكم الكريمة النموذجية هل هي أفادت الطلبة؟ الحمد لله قبل كل شيء البرنامج أضاف للقسم إضافات كبيرة بالتجهيزات اللي أضافها وحصلت أن الطالب بدل الآن الطالب يقوم بحركات لا إرادية داخل الفصل فبدل ما يكثر من الحركات الإرادية وضعت أجهزة على طاولات الطلاب صار الطالب الآن بطريقة أو بأخرى يتعامل مع الصبورة أو مع الشاشة الذكية أمامه بالبروجكتور اللي أمامه باللوحة الذكية. ممتاز. فصار الآن كتابات ورسومات تطلع على الشاشة قدامه بيكون هو كأنه أضاف شيء نفسه ويتفاعل كثير جدا وحدت من الحركة لا إرادية والإفراط في الحركة للأطفال التوحد بشكل كبير. فرحة الأطفال بالهدايا اللي قدمها البرنامج لهم أول كيف كان انطباعها وكيف كان وقعها عليك؟ علي شخصيا أي شيء يقدم للفئة هذه ويكون سبيل في إسعادهم هذا شيء مفرح جدا سواء لي أو طاقم المدرسة أو المعلمين أو أولي الأمر وكما شاهدته قبل قليل أولياء الأمور وانطباعهم ودعواتهم الصادقة البرنامج فرسان سلمان حسس أن فعلا قدم له شيء أكثر من رائع. أنا أشكرك في نهاية اللقاء على العمل الرائع اللي أنتم قدمتوه وباسمي وباسم برنامج فرسان سلمان أشكرك وأشكر الطاقم الرائع اللي معك. شكرا لك. الله يحفظك. وإحنا بدورنا بدور الزملاء في المدرسة أولياء الأمور يتوجهون بالشكر الجزيل لهذه المؤسسة ولهذا البرنامج الرائع ونتمنى له التوفيق وسمعته في تقديم كل ما يخدم هذه الفئة مسموع معروف في كل مكان. الحمد لله. شكرا لك. يعطيك العافية. للأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أماني. مع السلامة. يلا يقول يلا مع السلامة. أستاذ سعود احنا الآن في مدرسة خالد الوليد النموذجية وهذه الأجهزة المتطورة اللي قدمها برنامج فرسان سلمان ايش ممكن الأجهزة هذه تطور عند الطلبة المعاقين فكريا ومعاقين بالتوحد؟ يعطيكم أول شيء العافية كبرنامج فرسان سلمان على دعمه اللامحدود في تجهيزات البرنامج هذا وبرنامج الإعاقة العقلية. مثل ما أنتم شايفين عندنا الأجهزة جدا أجهزة متطورة كفيلة ب
تنمية مهارات الطلاب. ممتاز. وشد انتباههم للمادة التعليمية. كان قبل معروف يعني استخدام الطريقة البدائية اللي هي طريقة القلم والورقة وال... وكان الطلاب يعانون أو بالأصح المعلمين يعانون من جذب الانتباه الطالب، خصوصا أنهم يحتاجون إلى يعني قدرات خاصة في جذب انتباههم. يحتاج الطالب إلى مثل أجهزة متطورة مثل الأجهزة الذكية ذي لفت انتباهه، إعطائه إمكانيات أكثر في ويتفاعل مع المدرس. نعم، هو يتفاعل مع المدرس، خصوصا ان في اكثر من جهاز لوحي محطوط على كل طاوله الطالب، بحيث ان الطالب يقوم وهو في مقعده بالتفاعل على السبوره امامه عن طريق الجهاز اللوحي اللي مثبت على طاولته. شكرا استاذ سعود لك، ونتمنى للطلبه باذن الله انهم يتفوقوا ويستفيدوا من هذا البرنامج. الشكر لكم ولبرنامج فرسان سلمان على تقديمه السخي ولا محدود لهالفئة، والله يقويهم ويعطيكم العافية. وأصالة عن نفسي وعن جميع طلابنا اللي في هذا البرنامج نقدم لكم الشكر الجزيل على دعمكم المتواصل لبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لك. بدينا بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. صراحة هذه من أجمل الحفلات اللي حضرتها، على الرغم أنه حفل مدرسي بسيط قائمين عليه طلبة ومدرسين. يمكن مو الحفل بحد ذاته قد ما هو الفرحة اللي شفتها بعيون الأطفال وهم يتقلدون ميداليات فرسان سلمان ويأخذون هداياهم، كانت فرحة لا توصف. حسيت كأنه شعورهم بأن لهم قيمة وفرحوا كثير بالاهتمام اللي لقوه من الناس. فعلا هذه من أجمل الحلقات اللي قدمتها. أشوفكم في الحلقة الجاية مع فرسان جدد وأبطال جدد. الأمل أمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا.